في الفيديو المتعلق بالمدارات المهجنة تعرفنا على تفاصيل جيدة عن جزيء الميثان، لكن كنوع من المراجعة فهو شكل رباعي السطوح. لدينا كربون في المنتصف، ومن ثم لدينا هيدروجين، يمكن رسمه هكذا. هذا الهيدروجين يبدو للخارج، ومن ثم ربما لدينا هيدروجين آخر وهو يبدو على الصفحة. لدينا واحد أعلى الكربون ولدينا واحد خلف الصفحة. يمكن أن تتخيلوا أنه مثل مجسم ثلاثي القوائم مع عمود يخرج من الجزء العلوي منه. وإذا تخيلتم الشكل بطريقة أخرى، إذا قمنا بوصل الهيدروجينات سيكون لدينا هرم بأربع جوانب، هرم بأربع جوانب مع مثلث في كل جانب. إذا سيبدو شيء كهذا. أنا أبذل جهدي لرسمه. الهرم سيبدو هكذا إذا كان بالإمكان الرؤية من خلاله. إذا هذا سيكون جانب، الجانب الأول. الجانب الآخر سيكون هنا، ومن ثم الجانب الخلفي سيكون هنا، ومن ثم الجانب الرابع. في الواقع سأجعله شفاف من الأمام. إذا الجانب الرابع سيكون الشيء الفعلي الذي ننظر من خلاله عند النظر إلى هذا الهرم، سيكون الجانب الأمامي هنا. إذا يمكن أن نتصور هذا بطرق مختلفة. هذه كانت الحالة مع الميثان. الآن لنتوسع في هذا إلى جزيء أكثر تعقيدا. دعونا نأخذ الإيثان. الطريقة التي كنا نرسم بها الإيثان، الطريقة الأبسط لرسم الإيثان هي بهذا الشكل. بشكل ضمني هذا هو الإيثان. ضمنيا لدينا كربون هنا وكربون هنا، وكل منهم سيكون لديه ثلاث هيدروجينات مرتبطة به، ورسمناه بهذا الشكل. ثلاثة هيدروجينات مترابطة مع كل واحد من هذه الكربونات. إلى الآن نعلم أن الكربون لديه المدارات SP3 المهجنة، وهذا ما يجعله يشكل رباعي السطوح. إذا جزيء الإيثان سيبدو بهذا الشكل. لنرسم الكربونات. سأرسم الكربون بالبرتقالي. إذا هذا كربون وهذا كربون. يمكن التصور أن هناك ذرة كربون هنا، سأرسمها كدائرة صغيرة، ومن ثم إذا كنا ننظر من زاوية معينة رابطة الكربون ستبدو هكذا، ومن ثم لدينا ذرة كربون أخرى هنا. هذه هي الرابطة هنا، ونريد كلا الكربونين وروابطها لتكون بشكل أو لتكون بشكل رباعي السطوح. يمكن تخيل الرابطة هذا هنا ستكون بهذا الشكل. هذه الرابطة هي بهذا الشكل، ولدينا الهيدروجين عند النهاية. لنجعل الدوائر الخضراء هي الهيدروجينات. إذا لدينا الهيدروجين، ومن ثم إذا الدوائر الخضراء هي هيدروجين، ومن ثم لدينا، أو يمكن تخيل هذا، ربما هذا يشير لخارج الصفحة قليلا. هذا هو الهيدروجين. سنسمي الهيدروجينات. في الواقع أقوم بهذا بكل الألوان مختلفة لتعرفوا ما الذي أتحدث عنه. من ثم الهيدروجين سيكون بشكل أدنى من هذا، ربما يشير للخلف قليلا. إذن هو هنا. يمكن رؤية أن هذا الكربون بروابطه لديه شكل رباعي السطوح. إذا نظرنا إلى هذا الجزيء من هذه، ستكون القاعدة من ثلاثي القوائم، وهذا سيكون الشيء المثير للاهتمام. الآن هذا الكربون سيكون لديه نفس الفكرة. هذا الهيدروجين هنا ربما ملتصق بالأسفل هكذا. سأتوقف عن تغيير الألوان بعد قليل لأنه يستغرق الكثير من الوقت. هذا الهيدروجين إنه يشير للخارج في هذا الاتجاه هكذا. ومن ثم لدينا، لنرى أي لون سأستخدم. حسنا، الأصفر. هذا الهيدروجين هنا ربما إنه يشير للخارج هكذا. إذن هذا تشكيل محتمل للإيثان، تشكيل محتمل للإيثان. يمكن تخيله كالعصا الخشبية التي ترتبط بها بعض الكرات، حيث تكون هذه العصا الخشبية وهذه الكرات التي تمثل الذرات الحقيقية. هذا النموذج يسمى نموذج الكرة والعصا، بول أند ستيك موديل. بول أند ستيك موديل. إذن هذا نموذج الكرة والعصا للإيثان. الآن طريقة أبسط كان من الممكن استخدامها، وهذه الطريقة تسمى حذوة الحصان، أو في الواقع تسمى تمثيل الحصان الخشبي. تمثيل الحصان الخشبي وهي تبدو هكذا. هذا نفس التشكيل الإيثان في تمثيل الحصان الخشبي. وتعلمون كيف يبدو الحصان الخشبي، إنه يبدو كما سأرسمه الآن. حسنا، إذا يمكن رسمه بالضبط كما رسمته هنا. لدينا الكربون، ومن ثم لدينا
هيدروجين هيدروجين، ومن ثم من جديد هيدروجين. الطريقة المرسومة أعلى هنا هي بهذا الشكل، سأعيد الرسم لتكون الأمور أكثر وضوحا. إذا لدينا هيدروجين هيدروجين هيدروجين، حسنا، ومن ثم هنا لدينا هيدروجين هيدروجين هيدروجين. إذا هذا تمثيل الحصان الخشبي، so horse projection، so horse projection. الآن بأي طريقة نختارها؟ طبعا هذه إيه، وهذه عمليا نفس الشيء، هذه نوعا ما أسهل قليلا، ولكن لنجعل الأمور أسهل دعونا لا نرسم كل هذه الدوائر، وفي الواقع دعونا لا نظهر الزوايا بهذا الشكل. طبعا من هذا التمثيل نلاحظ أنه يوجد عدد لا منتهي من الأشكال يمكن رسمها من هذا التمثيل، ويأتي كل هذا من فكرة أن هذه هي مجرد رابطة سيجما. هنا تعلمنا هذا في فيديو التهجين SP3 وروابط سيجما وباي، هذه رابطة سيجما، سيجما بوند. تعلمون أنه يمكن لأحد أطرافها أن يدور والطرف الآخر يبقى ثابتا، واحدة من هذه الكربونات يمكن أن تدور حول محور الرابطة بدون أن يتوجب على الكربونة الأخرى الدوران معها. إذا كانت هذه رابطة ثنائية، إذا كانت هذه رابطة باي، سيتوجب عليها الدوران معا. إذا قد يكون لدينا نفس الحالة التي رسمتها هنا، أو ربما يكون لدينا هذه الحالة حيث يمكن أن تدور بعكس بعضها البعض، وهذا ما أعنيه. دعوني أرسم مرة أخرى لنقل أن هذا هو الكربون الأمامي وهذا هو الكربون الخلفي، وسنقارنه بهذا الذي هنا. إذا سأرسم هذا بنفس الطريقة. إذا لديه هيدروجين أسفل هنا، ولديه هيدروجين أعلى هنا، ومن ثم لديه هيدروجين أعلى هنا. إذا هذا الجزء من الإيثان يبدو مماثل لهذا الجزء. الآن الذي سأقوم به هو قلب الجانب الآخر من الإيثان، أريد أن ألفت انتباهكم لتلاحظوا الفرق بين الإثنان إذا بدلا من رسم الهيدروجين أسفل هنا، هذا الهيدروجين الأزرق أسفل هنا سأقوم برسمه في الأعلى. إذا هذا الهيدروجين الأزرق سأستخدم اللون الأزرق، هذا الهيدروجين الأزرق نضعه في الأعلى. إذا فقط أنا أقوم بلف هذا، إذا الهيدروجين الأزرق في الأعلى، إذا قمت بتدوير هذا، إذا الهيدروجين الأزرق يبدو للأعلى الآن، والأخضر سيكون هنا. حسنا، لذا الهيدروجين الأخضر الآن هو هنا، ومن ثم هذا البنفسجي أو الهيدروجين الأرجواني، الطريقة التي قمت بتدويرها الآن سيسير إلى هنا. إذا ما هو الفرق بين هذا التشكيل وهذا التشكيل هنا؟ ويمكن أن يكون لدينا تشكيل آخر بين، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ حسنا، يمكن تخيل هذا الهيدروجين بحيث إذا نظرنا من هذا الاتجاه أنه سيكون مباشرة خلف هذا الهيدروجين، هذا الهيدروجين مباشرة خلف هذا، وهذا ما يسمى تكوين الكسوف، eclipsed conformation، eclipsed 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 conformation، تكوين الكسوف. وهذا هنا لا شيء خلف أي شيء، إذا سرنا للخلف بشكل مستقيم من هذا الهيدروجين سنصل إلى هذه النقطة ولا يوجد شيء خلفه، وإذا سرنا مباشرة للأمام من هذا الهيدروجين لا يمكن لأي هيدروجين في الخلف أن يظهر. مرة أخرى، إذا كنا ننظر من هذا الاتجاه فهي ليست محجوبة من أي شيء هنا، لذا نسمي هذا التشكل تشكيل تشكل متداخلة، staggered conformation. الآن ما الذي يعني هذا؟ حسنا، يمكن الالتفاف حول هذا الجزيء من الخلف. ما الذي سيفعله هذا؟ لماذا يهمنا هذا الأمر؟ حسنا، أولا إنه موضوع مثير للاهتمام عندما نستطيع عمليا أن نغير التشكيل، حيث هذا الشيء التف بدون تغير الكربون الأمامي، بدون أن يدور الجزء الأمامي معه. لكن الأكثر أهمية أن هذه لديها مستويات طاقة مختلفة، لذا يمكن التفكير بهم كأننا نلوي زنبرك، وربما الزنبرك يريد العودة لتشكيل معين أو آخر. ولتخيل هذا بشكل أفضل سأرسم ما يسمى مسقط أو تمثيل نيومان بروجكشن. إذن سأرسم ذلك بالضبط، لكن مع مسقط نيومان رسمنا الكربونات مباشرة في الأمام أو مباشرة خلف بعضها البعض. في هذه الحالة سنرسم الكربون في الأمام، وسيكون لدينا مجرد تقاطع لهذه الروابط. إذن في تمثيل نيومان سأكتبه هنا، نيومان بروجكشن سأبدأ به،
نيومان بروجكشن. بالنسبة للتشكيل المتداخل ستجارد كونفورميشن، سأبدأ بالنسبة للتشكيل المتداخل. في الأمام سنعتبر هذا الكربون هو الكربون الأمامي، لدينا الهيدروجين يشير للأسفل هكذا، ولدينا هيدروجين يخرج إلى أعلى اليسار هكذا، ومن ثم لدينا هذا الهيدروجين هنا يخرج لأعلى اليمين، سأستخدم نفس اللون. إذا الكربون الأمامي هو في تقاطع مع الروابط من هذه الهيدروجينات الثلاث. ومن ثم الكربون الخلفي، قلت أن الكربون الأمامي هو في تقاطع مع هذه الهيدروجينات الثلاث. الكربون الخلفي مثلناه في دائرة، إذا الدائرة تمثل الكربون الخلفي. الكربون الأمامي هو وتلك النقطة هنا، هذه الطريقة لتخيله، لكن إذا رسمناه بهذا الشكل الكربون الخلفي الآن لديه ذلك الهيدروجين الأزرق يخرج منه، إذا لديه الهيدروجين الأزرق، من ثم هذا الهيدروجين الأخضر، من ثم هذا الهيدروجين الأخضر، ومن ثم هذا الهيدروجين الأرجواني. وعند النظر إليه هكذا من الواضح أنه متداخل، نحن فقط ننظر بشكل مباشر على جزيء الإيثان. عند النظر بشكل مباشر عليه الكربون الأمامي سيحجب الكربون الخلفي، لكن بهذه الطريقة يمكن رؤية هيدروجينات الكربون الأمامي متداخل نسبيا مع الهيدروجينات الخلفية. إذا هذا هنا مرة أخرى هذا متداخل ستاجرد. الآن لنرسم تشكيل أو تشكل الخسوف لمسقط نيومان أو كمسقط نيومان، ستبدو نفس الشيء، لدينا الهيدروجين هنا ولدينا أيضا الهيدروجين هنا، هذا هنا، ومن ثم لدينا ذلك الأزرق أو أعتقد الهيدروجين بنفسجي أسفل هنا. إذا هذه المقدمة، لكن الهيدروجينات الخلفية هم خلف الكربون، لنرسم الكربون الخلفي. الكربون الأمامي يمثل بنقطة فقط، لكن الكربون الخلفي سنمثله هكذا، والهيدروجينات المرتبطة به ستبدو خلف الهيدروجينات الأمامية هنا خلف هذا بالضبط. لكن بما أن هذا نوعا ما فوضوي، في العادة عندما نرسم تمثيل إكليبسد نقوم كتشكيل نيومان طبعا، بدلا من حجب ذلك الهيدروجين الخلفي سيتم وضعه إلى اليمين قليلا أو نقوم بدفعه قليلا. إذا هذا هو ذلك الهيدروجين، ذلك الهيدروجين الأرجواني هنا، هو في الواقع بالضبط خلف الهيدروجين الأمامي. إذا يمكن رؤية هذا بهذا الشكل، وفي النهاية لدينا هذا الهيدروجين الأزرق أسفل هنا، إذا ذلك الهيدروجين الأزرق سيكون هنا. إذا هذا هو التشكيل إكليبس بتمثيل نيومان، إكليبس بتمثيل نيومان، إكليبس كونفورميشن. وكما ترون الهيدروجينات الخلفية محجوبة، الهيدروجينات الخلفية محجوبة من قبل الهيدروجينات الأمامية. إذا رسمنا هذا التشكيل، هناك شيء آخر، فكرة أخرى الآن وأريد عرضها الآن، وهي فكرة الزاوية بين الهيدروجينات المختلفة. ستتساءلون ما هي هذه الزاوية، ما هي الزاوية بين الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الزهري هنا. الآن عند التفكير في هذا بشكل ثلاثي الأبعاد، سيبدو من الصعب معرفة الزاوية هنا بين الأزرق والزهري، لكن على مسقط نيومان عندما نقول كم تدور بعيدا عن بعضها البعض، هذه الزاوية هنا تسمى زاوية ثنائي السطح، دايهيدرال أنجل، دايهيدرال أنجل. أحيانا نقول أن هذا الهيدروجين بالنسبة لذلك الهيدروجين لديه زاوية بعد دي اي تساوي 60 درجة. في هذه الحالة هذا الهيدروجين نسبة لذلك الهيدروجين لديه زاوية ثنائية السطح تساوي 0 درجة، وهي طريقة للقول كم هو مقدار الستكرد أو الإكليبس لدينا. الآن الشيء الأخير الذي سأتطرق له هو بما يهمنا هذا. حسنا، كل هذه الهيدروجينات لديها سحب الالكترونات حولها، وكل هذه الروابط ايضا لديها سحب الالكترونات حولها، وسحب الالكترونات جميعها سالب، لذا هي تريد ان تصل ابعد ما يكون عن بعضها البعض، وكلهم مستقرين الان لانهم مترابطين في طرق بحيث لديهم هياكل مستقره. كل واحد يشعر كان لديه اغلفه تكافؤ مملوءه، مدارات مملوءه، لذا سحب الالكترونات تريد ان تصل لابعد ما يكون عن بعضها البعض. الان في هذه الحاله في تشكيل اكليبست هذا، في تشكيل إكليبس الهيدروجين وهذا الهيدروجين، هذا الهيدروجين وهذا الهيدروجين هما قريبان لبعضهم البعض أكثر
مما يكونا في التشكيل استجرد، التشكيل المتداخل. أقرب هيدروجين لهذا الهيدروجين سيكون إما هذا الهيدروجين أو ذلك الهيدروجين، لكن كلاهما بعيدان أكثر عن الهيدروجين هذا الذي كان في تشكيل الحجب أو إكليبس. لذا بشكل عام التشكيل المتداخل سيكون أكثر استقرارا، سيكون لديه طاقة كامنة أقل. يمكن التخيل إذا بدأنا بتشكيل إكليبس، كل هذه الهيدروجينات كلها سوف تريد أن تبتعد عن بعضها البعض. يبدو هذا كأنه لديه طاقة وضع أعلى، لذلك سوف يرغب أن يتحول إلى التشكيل المتداخل، لأنه في هذا التشكيل كل الهيدروجينات ابتعدت بأكبر قدر عن بعضها البعض.